حلوة بس تفضل. الصاحب كلك حلو. الصاحب ساحب. اي نعم والله انا شفت المحبة يعني ابو دخيل ولادنا ويعني امه في المستشفى الله اكبر. خرجنا من هناك الساعة 2 الله يشفيها ويرفع عنا يا رب. يا الله يا كريم احمد الله. وجعت والله ولا العالم. لكن هنا الصاحب كيف تنقي صاحبك اللي يسحبك للخير. هذه الايام الصاحب نادر. اذا لقيت صاحب امسك عليه بليش بالنواجز. هنا اصحابنا ابو سيف وابو سليمان وابو سعد وابو صالح ابو عبد الله ابو محمد. ما جمعنا الا الحب في الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ما جعل للمتحابين الا شيء واحد. ان الله سبحانه وتعالى يظلهم بظله يوم لا ظل به. اسال الله ان يظلنا بظله يوم لا ظل الا به. ولا ننسى ولدنا فزاع والله كلمته في الليل قلت له انا اعتزل كذا وما قصر اي شيء الله يجزاه خير. والله شملون الناس بعصفهم وسؤالهم. والله الحمد لله ليس لي ابناء لكن عندي ابناء كثر. الله والله اني الحمد لله اقول الحمد لله انه ناس واللي ارسل لي دواء ام خالد ارسلت لي قهوه والدان. الله يجزاهم الخير يحبهم يا رب يجي. السلام امين. اما الدعاء والله اني ادعي للجميع والدعاء للمسلم لاخيك المسلم تاتيه حسناته وهو ما يدري ما شاء الله كيف. فاللهم لك الحمد ان الله رزقني اصحاب وصحبه وولد ابو دخيل ما قصر والله يشيلني ويحط الله يجزاه الجنه. امين. انا بسال